أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع والمداولة، حكمت المحكمة أولاً حضورياً من الأول حتى العاشر، وغيابياً للحادي عشر، وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من السيد محمد رفعت مسعد الدنف، وشهرة السيد الدنف، محمد رشاد محمد علي قوطة، وشهرته قوطة الشيطان، محمد السيد مصطفى، وشهرته مناديله، السيد محمود خلف أبو زيد، وشهرته السيد حسيبة، محمد عادل محمد شحاتة، وشهرته محمد حمص، أحمد فتحي أحمد علي مزروع، وشهرته المؤة، محمد محمود أحمد البغدادي، وشهرته المندو، فؤاد أحمد التابعي محمد، وشهرته فؤاد فوكس، حسن محمد حسن المجدي، عبد العظيم غريب عبده هلهول، وشهرته عظيمة، محمود علي عبد الرحمن صالح، بالإعدام ثانياً وحضورياً بمعاقبة هشام البدري محمد محي الدين، محمد شعبان محمد حسنين، ناصر سمير أحمد عبد الموجود، محمد حسين محمود علي عطية، أحمد رضا محمد أحمد، أحمد محمد عبد الرحمن النجدي، طارق عبد الله عصران علي علي، وشهرته طارق عصران، محسن محمد حسين الشريف، وشهرته محسن القص، وائل يوسف عبد القادر محمد، وشهرته وائل سيكا، محمد دسوقي محمد دسوقي، وشهرته الدسة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ثالثاً وحضورياً بمعاقبة محمد مجد البدري محمد محي الدين، وشهرته شوكولاتة، محمد الداوودي الداوودي حجازي، وشهرته الداوودي، أحمد الجريحي كامل عبد الكريم عبد الله، محمد حسني عبد المنعم حسن الخياط، محمد محسن حسني محمد جبر، وشهرته بطيخة، أحمد سعيد علي عبد الحي منسي، وشهرته المنسي، إبراهيم منتصر إبراهيم العايق، وشهرته منتي، عمرو نصر نصر الدين السيد، محمد عثمان محمد حسن، وغيابياً لكل من حسن محمود حسن الفقي، وشهرته حسن بيجو، رامي مصطفى علي حسن الملكي، وشهرته رامي الملكي، محمد هاني محمد صبحي أحمد فخري، وشهرته الأكو، محمد السعيد مبارك، وشهرته موزو، عادل حسني متولي حاها، وشهرته عادل حاها، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. رابعاً وحضورياً بمعاقبة خالد حسن أحمد صديق، وشهرته خالد صديق، يوسف شعبان محمد حسنين، محمد محمود محمد عويضة، وشهرته محمد الحرامي، طارق العربي سليمان مصطفى، أحمد عادل محمد أبو العلا، أحمد عوض عبد الله حسين، كليم مصطفى حسن أبو طالب، إبراهيم العربي سليمان مصطفى، محمد حسن عبد الحميد حسن، محمد السيد حسن أحمد حسن، عبد الرحمن محمد أبو زيد، بالسجن لمدة 5 سنوات. خامساً وحضورياً بمعاقبة عصام الدين محمد عبد الحميد سمك، محمد سعد، محسن مصطفى محمد السيد شتا، توفيق ملكان طه صبيحة، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 5 سنوات. سادساً وغيابياً بمعاقبة أحمد محمد علي رجب، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 1 سنة. سابعاً وحضورياً ببراءة كل من محمد السيد عارف أحمد وشهرته ميد وعارف، علي حسن علي محمود الطحان وشهرته علي الطحان، أحمد مسعد أحمد الحمامسي وشهرته الحمامسي، محمود عبدو أحمد عبد اللطيف وشهرته حتاتة، أحمد محمد حسين وشهرته الكحكي، أشرف أحمد عبد الله أحمد وشهرته أشرف الأسود، محمد شعبان علي خلف وشهرته طاطا، محمد السيد محمود عبد الباقي وشهرته الجعبري، إسلام مصطفى محمد إسماعيل وشهرته إسلام لومة،
محمود محمد السيد حسب الله وشهرته شعراوي، أشرف طارق دياب سليم، محمد نصر مناس محفوظ وشهرته الأحول، أحمد عادل محمود عبد العال، عبد العزيز فهمي حسن سامي، محمود فتحي محمد عز الدين، كمال علي جاد الرب السيد، أبو بكر أحمد مختار هاشم، مصطفى صالح محمد الرزاز، هشام أحمد سليم، بهي الدين نصر زغلول، محمد صالح محمد الدسوقي وشهرته البرنس مما أسند إليهم. ثامناً، إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية. تاسعاً، مصادرة السلاح الأبيض والأدوات المضبوطة. رفعت الجلسة.